مساء الخير. الوضع كالتالي: اتهورت ميليشيات الدعم السريع المارقة وقررت تحاول تهدد الحدود الجنوبية، وبكده لازم تدخل مباشر لإعدام خطتهم. فتم إعطاء الأمر لطيارتين F-16 بلوك 40، مسلح كل منها بأربع قنابل GPU-12 زنة الواحدة ربع طن موجهة بالليزر، وثلاث خزانات وقود وبود تهديف. العملية بتتكون من ثلاث مراحل. في المرحلة الأولى هيتم قصف المجموعة القريبة من الحدود، والمجموعة دي بتتكون من عناصر مسلحة وعربيات دفع رباعي وشاحنات شايلة درونات، وبتحميهم أحد منظومات الـ HQ-7B وبعض المدفعية المضادة للطائرات. في المرحلة الثانية هيتم قصف موقعين لتخزين الوقود والذخيرة. الموقع الأول بيتكون من مخبأ محصن للدرونات وصواريخ سكود وكذا منظومة HQ-7B وسام 9، بالإضافة طبعا لعناصر حراسة. الموقع الثاني في منطقة مموهة أكتر، وبجانب المخبأ المحصن في برضو منظومة HQ-7B وعناصر حراسة خفيفة. وفي المرحلة الثالثة هيتم قصف قافلة إمداد لدعم العناصر الموجودة على الحدود. الهدف الرئيسي هو تدمير المخابئ المحصنة بكل الذخيرة اللي فيها، مع تكبيد العدو وأكبر خسائر ممكنة في المعدات والأفراد. في العملية دي هنستخدم GPU-12 بطريقتين مختلفتين. عادة القنابل بيكون ليها فتيلين، كل منهم بيحدد تأثير انفجاري مختلف. في فتيل أمامي في أنف القنبلة، وفتيل خلفي في ديل القنبلة. الفتيل الأمامي بيفجر القنبلة لحظة لمس الأنف بالهدف، وده هيكون لتدمير الأهداف السطحية، بينما الفتيل الخلفي بيسمح ببعض الاختراق حتى وصول ديل القنبلة لسطح الهدف، وساعتها بيتم التفجير، وده مثالي لاختراق الأماكن المحصنة. أكبر خطر موجود علينا هي منظومة الـ HQ-7B، ولكن لو قصفنا خارج مداها أو حافظنا على ارتفاع أعلى من سقف اشتباكها هنكون في أمان. اختارت العناصر الليل للتحرك، ظنا منهم إن الليل هيحميهم، بس في الحقيقة ولا الليل ولا النهار هيحميهم مننا. واخيرا بشكر عبد بايرت المميز باللون الفضي لمساعدتي في العملية دي، وشكر جزيل لحضراتكم. استمتعوا بالفيديو. على فكرة انا شايف التارجت تمام، ابدأ اشتغل. اقصفهم ايه؟ دوم واحدة، دوم واحدة في وشهم على طول كده يعني؟ واحدة في النص. لا عادي، لو انت عرفت تميز الـ HQ-7 اضرب الـ HQ-7. طب انا ميزته تقريبا 10 ثواني على القصف، صح؟ 8 ثواني كمان. بلس كيو. اون ذا واي. نايس. اطلع بقى فوق تاني. اتجه على واي بوينت 2. بوينت 2 لو في مشكلة عندك هأقصف أنا القصفة دي. أنا مشكلة فكرة، أنا مش شايف حاجة، معرفش. يعني طب جهز نفسك للضربة يعني، ولو معرفتش أنا أضرب هقولك. ماشي تمام، حاضر. أنا شايف إنه خلاص تبقى أنت خش واي بوينت 3، بس دلوقتي بريك كده ليفت أوربت بعيد عن الرينج بتاع الـ HQ-7، وأنا داخل أقصف دي عشان 17 ثانية على القصف. أقصف. أتعامل أنت خلاص. ابدا اتجه هنا على ويبونت 3. لا لا، انت بس اوربت شويه وفي نفس الوقت حل موضوع التسكيو بالي. 10 ثواني على القصف. 2 1. بومز اواي. اوكي بوي. أربعة وعشرين ثانية على الإمباكت. اثنين واحد.
شاك. لا نو. ولو تاه اللي هو فاهم رجعه بسهوله. في اتش كيو 7 عمل عليها لوك. ابعد خالص ابعد خالص. افتر برمر وخرب برا. انا اتش كيو 7 جابني علشان نزلت بالارتفاع جامد. جارك؟ لا لا ما جا يعني لقطني علشان نزلت بالارتفاع جامد 10000 قدم. بطلع باقصى اقصى ارتفاع ممكن. ممكن احاول اعمل توس كمان. بمز اواي. 5 4 3 2 1. اوبس. اها مس شك 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 ماشي. اوبس بس علشان خبيت البود وانا مش واخد بالي. طيب خلصنا من المشكله بتاعت ال اتش كيو 7 ده. ايه اخبارك انت وايجاد الاهداف؟ ايوه شويه. ايوه هسكر هو فيها هو في الاتش كيو ده تاني حاجه تانية. الله ينور زي الفل. عايز نضرب الاتش كيو عشان نخلص من الثريت بتاعه او تضرب البنكر على طول اللي انت عايزه؟ هضرب الاتش كيو اخلص منه وبعدين انا ببصص له او اتحرك لو يعني لو لقيته بيه. انا متابع معاك على البود برضو شايف الاتش كيو 7 لو بدا يتحرك ولا في اي حاجه هقول لك. خد كده بكل. تمام. كم ثانية على الامباكت؟ 25. تمام. عاشاك. اوه شاك. نايس. عاش. حبيب. شكل البنكر على فكرة اتدمر. فسكند الاسبلوجن. علشان هو فيه. طيب دلوقتي بقى من الواضح ان البنكر اتضرب فممكن نروح نضرب القافله دي. ممكن تكون صعبه شويه ان الواحد يلاقيها بس هي على الطريق المنور ده اللي تحتنا على طول الكبير. اكبر طريق منور تحت ده. جبتهم يا راجل؟ اها. عشان هو انا اخيرا بعد كل ده شفت الطريق يعني. توسكيو 5 4 3 2 1 بيفوي او بامزاوي. 5 ثواني على الامباكت. 4 3 2 1 شاك. كير اوت باوند عشان اضرب اخر قنبله ليا عليهم. بعد كده ممكن انزل ستريف. ستريف واحدة بس تقريبا عشان انا قريب هبقى بينجو. 3 2 1 بامزوي اخر قنبلة عندي. 37 ثانية على الامباكت. شك. انت ضربت بيكل ضربت الناس اللي انا لسه ضارب عليهم. طيب حرك البود بتاعك ووجهه على ناس تانية. عاش شك. نزل ستريف. حاجتين جنب بعض حاول اضرب عليهم. اوه سكندري اكسبلوجنز. مع ان المفروض لعبتي انا اللي سكندري مش انت. غانز غانز. عشان ضربت اخر قنبله. يا رب المستر. عشان نازل ستريف. غانز غانز غانز. تمام. شاك. عاش. شفت ال شفتها. انا كده مانشستر. خلاص عايز تنزل ستريف انزل. عايز ار تي بي ار تي بي. هتكمل ستريف ولا خلصت؟ لا خلصت. اكتر من كده مش خلاص.
انا شبه وينشستر، شبه بينجو وينشستر برضه يعني. يعني شايف حاجة ريزيمبلز شوية. اديني نزلت. نزلت؟ اه نزلت. عايش بس انا مش شايف، طبعا لسه مش شفتش حاجة. انا شكلها هقعد تايه كده كتير. يا نهار ازرق، انا كنت خايف. اوبا، 0 باوند يا اسطى، انا نزلت 0 باوند. هي الله ينور. اصلا يعني كان اللاندنج متخلف في النازله بتاعتي، بس كويس اني عرفت انزل. الطياره بطلت، لسه مبطلتش. النور بتاعه منور ولا لا؟ لا مش منور، مش منور هو الحال.